بالنسبة للضرائب اكو مكانات تستحق الدفع واكو مكانات ما يستحق، الناس ما عندها. يعني اكو ناس انه يدفع للحساب ماله ياخذ براثمه بس ما عنده امكانيه، امكانيته ضعيفه. فرجان انه الناس خطيه، لازم ترحم هاي الناس، لازم واحد يقف وياهم. هسه عينا احنا بالفيصليه ما يفتحون اي واحد ابو مقهى ابو مطعم باي المكان، هاي مكان تقريبا اعمار بيها واقف الشغل، يريدون منهم انه ما تفتح، اذا ما تجي لا تاخذ براءه ذمه. زين هاي شلون؟ مين يجيب ابو المحال ايجار؟ عنده كهرب، عنده بلديه، عنده حراسه، فوقات الضريبه والكهرباء. فشويه الرحمه خطيه، هاي الناس لازم تنرحم. قاعد نراجع يعني معاملاتنا ودائره جيده جدا، ما تعلق الحمد لله اي صعوبات بالمراجعه للدائره. فتعال نكمل بصوره صحيحه. شغلك شنو؟ والله انا عندي يعني سياره، بس اللي تعد نعاني انه ضعف العمل صراحه، يعني بس هذا اللي تعد نعاني. تدفع ضرائب مال سياره، مال تريلا يعني، مال سياره. فتعد نراجع. لا سيارتنا احنا يعني سياره 2006 موجوده تشتغل، بس الشغل ضعيف عندنا. فالحمد لله يعني الامور جيده. والله تقريبا بحدود بالمليون وربع هيك شيء. مال سنه، نعم مال سنه. فالعمل يعني تعرف شويه ضعيف. فأنا بس نطلب انه ان شاء الله المسؤولين ما يقصرون ويانا بتخفيض الضرائب. احنا المشاكل اللي نعاني منها هو فرق الدولار. احنا شركتنا هي شركه استيراديه، يعني كل موادنا هي استيراديه، تجهيز اليات تخصصيه لكافه دوائر الدوله. تدري السيد العزيز يعني من صعد الدولار اثر كثير علينا وفرق كثير، ما سبب ان خسائر يعني كبيره فرق الدولار. بالنسبه للضرائب مالتكم شلون تدفعوها؟ الضرائب نسبة على كل مشروع بيه نسبة، مثلا 3.3 عن المشروع، مبلغ المشروع. والله استاذ احنا يعني ناشد السيد رئيس الوزراء انه يعمل على تخفيض هذه المبالغ، لان احنا ضررنا من فرق الدولار كثير. هاي سنة السيارة الجديدة هالسنة طلعنا علينا 14000. 14000 طلع راعيها دفعها. والموظفين دوام مضبوط وموظفين مضبوطين وكل شيء مضبوط. كم طلع لك 14000؟ دا حول سيارتي بالتحويل 14000 طلع عليه. اشتريتها جديده صار لي شهر مشتريها. بيك اب 90. عندي معامله مع ربط كهرباء، وهذه كتابنا وروح وتعال وجيب وما ادري ايش، وهذه ضرائب شويه يعني قاعد كهل المواطن، يعني شويه ضرائب شويه خففوها، ديروا بالهم على الناس. يعني الناس وين تطيب وجهها؟ يعني اعرف الضريبه دائما تطلع عاليه، فاحنا نطالب يعني بتخفيضها شويه يعني على المواطن، يعني يروح على الاكل، يروح على الغاز، يروح على الغاز. شغل ماكو انت قاعد تشوفها. ها القنينه ب 14 صارت، التمن صار ب 70، الحصه مال الغاز يقولون ب 15 هي ب 30.